نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتي السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة لقاء مفتوحا مع الشريف فتحي وزير الطيران المدني. حضر اللقاء رئيس سلطة الطيران المدنية المهندس هاني العدوي ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم ورئيس الشركة القابضة للمطارات المهندس محمد سعيد. لسور جو الماس طيران اللي في خطه عمل معينه لتحديث الاسطول. الخطه دي احنا بنراجعها كل 6 شهور، وبناء على امكانياتنا او قدرتنا على التمويل بنبتدي نعمل طلبات ايجار وشراء الطائرات. احنا جبنا 9 طيارات في الفتره اللي فاتت دي او تعاقدنا عليهم، وهيكون ان شاء الله على اخر شهر 7 ان شاء الله، بعد ما تتم الدراسات والطرح ينتهي هنعلن عن اذا كنا هنقدر ان احنا نجيب مجموعه اخرى اكبر شويه من الطائرات تخش الخدمه باذن الله في ال5 سنين القادمه. ابرز يعني عايز اقول نتائج مشروع التوأمه هي حصولنا على 20% اعلى من المعدل العالمي في المراجعات الاخيره او التفتيشات الاخيره اللي عملتها المنظمه الدوليه للطيران الايكاو. برضو التشريعات المصرية أصبحت دلوقتي تطابق للتشريعات الأوروبية. كل طيارة بتخش الأسطول لماس طيران دي إضافة لمصر وإضافة لماس طيران وإضافة للسياحة في مصر. دول 9 طيارات هيحطوا حوالي 1400-1500 كرسي موجودين بير اور يعني، فده معناها ان دي التذاكر هتتباع بره مصر وجوه مصر. اللي هتتباع بره مصر هتتباع بالعمله الاجنبيه، فهيجيب لك طبعا ايراد او هيجيب لك دخل قومي لمصر يعني. مصر طيران الشركه المصريه الوحيده اللي هي بتشتغل نقاط في افريقيا، واحنا مركزين في افريقيا لان افريقيا بالنسبه لينا السوق الواعد واللي احنا بنمهد له بحيث ان احنا نحتكره باذن الله ان شاء الله في يوم من الايام.